السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مبرمج أحمد محمدي وحلقة جديدة من كورسنا، كورس تعلم أداة الفيرجن كنترول سيستم مع الأداة الرائعة جيت. والنهاردة هنشرح، هنكمل آخر حلقة في الريسيت ونتكلم عن الهارد ريسيت. والهارد ريسيت زي ما انتم شايفين كده في الجرافيكس، هخش على طول. احنا عندنا برضو نفس الريبوزيتوري وفي ثلاث حالات او ثلاث تشيك بوينتس او ثلاث اوضاع لسه الكود بتاعنا، ثلاث كومنتس والوركينج دايركتوري في الفيرجن 3 زي ما احنا شايفين كده. وهندوس جيت ريسيت وداش داش هارد، ماشي. هينتقل للكوميت المطلوب اللي احنا ننتقل ليه، وهينزل الكوميت بتاعه في الستيجنج اريا وفي الوركينج دايركتوري، وهيمسح القديم تماما، قصدي هيمسح الجديد تماما اللي احنا كنا عاملينه. يعني فيرجن 2 ديت هي اللي هتسود المكان كله، وده عشان كده سموه هارد، وده مش ريكومندد من سوفت ويرز، بس احيانا بيبقى له فايده في الشغل بتاعنا، ماشي. تعالوا نشرح مثال. انا عاوز الغي 3 لاينز دولات خالص وامسحهم من الكود، فهرجع كده اهوت جيت ريسيت وداش داش هارد، وادخل الملف المكان اللي هقف عليه دوت، كوبي باست، وهنضغط انتر. كده هيقول لك هيد ناو از واقف على المكان اللي انت اخترته، الاس اتش اي اللي انت اخترته. ولو رحنا هنا السيستم، او اختفت 3 لاينز اللي احنا كنا عاملينها. ولو بصيت مثلا، هنعمل جيت ستيتس، هتلاقي يقول لك ناثينج هير. هو زي ما تكون قص الكود ده، الكود القديم اهوت كان واقف على دوت وانا رجعته لهنا، ماشي. فيبقى هنا جيت لوج وان لاين اهو، شايف وقف هنا على 2018 تاني، اد يير 2018 اللي هو الاس اتش اي ده، وقاصد تاني خالص هنا، وحتى في الكود مسح الاكواد. فهو ده الفرق بين يعني انا اتمنى دلوقتي ان يكون الوضع باين اكتر ليكم عشان تعرفوا الفرق بين الريست الهارد والريست الميكست والريست السوفت. فالريست الهارد مفيش مجال لك تتراجع، خلاص انت مسحت الاكواد اللي انت كتبتها، وعشان كده الريست الهارد نوت ريكومندد، مش محبب انك تعمله، ماشي. الريست السوفت بيرجع لك الداتا بتاعتك وبيحط لك الجهاز قيد التعديل تاني، وبينزله لك في الاستيجنج اريا، فتقدر ان انت لو انت عاوز تعدله زياده الكود، لو عاوز تكمت على طول بتعمل كمت، لو مش عاوز كمت بتقوم جاي ايه عامل له ان ستيج وترجعه تاني. لكن الميكست بيرجعه للستيج، بيرجعه لوركينج دايركتوري تاني، بس بيحافظ برضو على الكود، بس بيبقى حاططه لك في وضع انك انت ممكن تعدله تاني، ماشي. ده الفرق بين الهارد وال سوري الهارد والسوفت والميكست. تاني اخر مره، السوفت بينزل لك التعديل بتاعك، ماشي، في الستيجنج اريا. الميكست بينزله لك في الوركينج دايركتوري، ماشي، انا باختصار شديد يعني. والسوفت بيمسحه لك خالص خالص، وبيرجع الهيد بوينتر على اخر او على الكوميت الرقم اللي انت اخترته زي ما كتبنا هنا كده، ماشي. لو المحاضرات دي مش مفهومه شوفوها تاني، الريسيت ده مهم جدا، ماشي، راجعوه مره واثنين وثلاثه. ولو في اي مشكله او في حاجه مش واضحه ممكن تساله في التعليقات تحت. اتمنى لكم التوفيق، والى ان نلقاكم مجددا، لكم مني كل التحيات، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.